بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، تحية مسائية من أرضية ميدان الشحانية، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخير والبركات. نحييكم مع أشواط المساء، الجوائز العينية القيمة، السيارات، وكذلك أشواط التسعيرات. أتمنى التوفيق لكل المشاركين في أشواط المساء، حيث يستعد المشاركين في أول أشواط المساء. شوط الحقائق البكار المفتوح، وجائزة هذا الشوط سيارة، جائزة عينية قيمة عبارة عن سيارة نيسان بترول ستيشن إكسي. وهكذا على بركة الله وبسم الله ينطلق مشاهدينا الأعزاء هذا الشوط الأول الرئيسي على بركة الله وحفظه. انطلق شوط الأشواط بالنسبة لأشواط الحقائق 15 شوطا، هذا هو أولها، هذا هو أقواها، هذا هو الشوط الأول الرئيسي، هذا هو أعتاها. فلمن ناموس هذا الشوط؟ لمن سيارة النيسان البترول الستيشن الإكسي التي أيضا موجودة مع خط النهاية لمن سويك النيسان. أتمنى لهم جميعا التوفيق. إخواني الملاك والمضمرين، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول ظن على المركز الأول على صدارة الشوط لحمد بن صالح بن مسعود الغفراني، يقدم لنا ظن على المركز الأول. تليها على المركز الثاني لابه لحمد بن جار الله بن حسين آل بريدي، يقدم لابه. الدور دور المركز الثالث، مساحة تتقدم تمسح الميدان بهذه الانطلاقة، تتقدم لمحمد بن بخيت بن برقان المضمر الصارم، يقدم مساحة على المركز الثالث. بينما المركز الرابع شورى لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي ممثلا لابناء المعيدر الدائم، حصل دخول يا ابو غانم، حصل تسلل يا ابو ناصر على المركز الرابع من قبل المتسلل ثبات حمد بن محمد الشراب، يقدم ثبات على المركز الرابع. بينما المركز الخامس يشهد دخول اكثر من اسم وتسلل على المركز الخامس، وصلت ضوء في الشور الضوء، ضوء لطالب بن راشد بن حمد آل فهيدة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، شوط قوي من أقوى أشواط الحقائق، من أقوى أشواط الحقائق في هذا في السباقات المحلية. ونحن مقبلين على المهرجانات الختامية، المهرجانات الكبرى، مهرجان المؤسس على الأبواب يا مضمرين. الله، الليلة ليلة من هذه الشعارات، ليلة فرحة تاريخية، أيضا أفراح ومسرات. وأسأل الله لكم دائما إخواني المضمرين الأفراح والمسرات والخير دائما والفرحة والنواميس. ما زالت المقدمة مع ظن، ما زالت متحكمة بزمام الأمور حمد بن صالح بن مسعود الغفراني، وهي صاحبة إنجازات يا أبو بخيت. هذه الذلول المتقدمة على المركز الأول، بينما المركز الثاني حاصلة على نقطة في السباق المحلي الماضي في الفترة الصباحية. هذه ظن من تحتل الصدارة في المركز الأول، بينما الخطورة من شعار الصارم محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح، حاضر بكل قوة بكل أوراقه الرابحة في أقوى أشواط الحقائق. لابع المركز الثالث مع البريدي، مع حمد بن جار الله بن حسين آل بريدي أبو جار الله، على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع وصلت فيه درة لزايد بن مجدل بن عواض العتيبي، قادم على المركز الرابع من أبناء الكويت. بينما المركز الخامس عندك يا الشراب، أيضا حصل دخول وتسلل من قبل فخامة سالم بن عبد الله البخيت، يقدم فخامة على المركز الخامس في هذه اللحظات. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، العودة مع الكيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية يا مضمرين. خلاص راحت الأربعة كيلومترات، باقي كيلو ونص على النيسان، على الفوز، على الانتصار. الصارم 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 حاضر في الأشواط الثقيلة، متواجد بشعاره المميز يا سلام
يا سلام مساحة تمسح الميدان، مساحة غادرت بالنيسان بترول ستيشن بأقوى أشواط الحقائق، ولكن ظن صاحبة نقطة في السباق المحلي الماضي تبقى النقطة الثانية الليلة في رصيدها. هذه ظن لصد حمد بن صالح بن مسعود تبشر بالخير. مالك هذا الشعار جماهير الشعار من تحتل المركز الثاني لابة البريدي حمد بن جار الله بن حسين البريدي يقدم لابة على المركز الثالث. الشراب يصل شعاره مع ثبات حمد بن محمد الشراب مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت أسياد حمد بن سعيد بالكيلة العامري يقدم أسياد على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، الكيلو متر الأخير بل 800 متر الأخيرة يا مضمرين. الصارم ما زال مع المقدمة مع صدارة الشوط. الموقف ما يطمن يا الصارم، يا الصارم يا أخوي الموقف ما يطمن. وصلوك المضمرين، وصلت الأسماء، أول المتسلل الظن ولابة تصل لابة البريدي، لابة البريدي يشتعل هذا الشوط بالمنافسة بالحماس. ثبات الشراب بالكيلة قادم مع المركز الخامس، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط مساحة الصارم، الصارم الصارم يطير بشبه رئيسي الحقائق. طار الصارم كعوائدي هذا المضمر، الصارم الصارم محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح مع الصارم، مع الصارم مع ذب مع مع مساحة طار بشوط الحقائق كعوائدي هذا الشعار، كعوائدي حضور المضمر البارز. صامر المضمرين، صامر المضمرين، صارم المضمرين يصرم ناموس هذا الشوط، يفوز بهذا الشوط. سلام يا الصارم سلام، تحية إجلال واحترام لمحمد بن بخيت بن برقان بن مقارح. سلام يا مساحة سلام، سلام يا الصارم سلام، تهانينا تهانينا. رئيسي الحقائق يذهب مع محمد بن بخيت بن برقان ومع مساحة سلام، يا مساحة سلام. المركز الثاني ظن لحمد بن صالح بن مسعود الغفراني. المركز الثالث، المركز الثالث لابه لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. المركز الرابع، المركز الرابع ثبات حمد بن محمد الشراب. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه أسياد حمد بن سعيد بن محمد بالكيلة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط الأول الرئيسي. ومحمد بن بخيت بن برقان يقدم مساحة لتنتزع رئيسي الحقائق أقوى الأشواط المفتوحة. يذهب مع مالك هذا الشعار محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح، شوط تاريخي. وتنكسر الست وحاجز الست دقائق مشاهدين الأعزاء مع مساحة خمس دقائق 59 ثانية 99 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك مساحة محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح. سلام يا الصارم سلام. المركز الثاني ظن قدمت عرض تشكر عليه ما قصرت، ست دقائق ثلاث ثواني 27 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك ظن حمد بن صالح بن مسعود الغفراني. المركز الثالث وصلت فيه لابة قطعت المسافة في ست دقائق أربع ثواني 85 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك لابة حمد بن جار الله بن حسين البريدي. تهاني